صدق مجلس محافظة كركوك اليوم على خطة مشاريع الأغذية والنواحي لعام 2014 بميزانية تبلغ 300 مليار دينار كخطوة أولى نحو إقرار خطة المشاريع للعام الجاري. أعضاء في مجلس محافظة كركوك أكدوا أن إقرار خطة مشاريع عام 2014 سيسهم في المضي بحملة الإعمار والارتقاء بالواقع الخدمي لمحافظة كركوك في جميع المجالات وفيها جميع مناطق المحافظة دون تمييز وعلى حد سواء. صدق مجلس محافظة كركوك على جزء من خطة مشاريع عام 2014 بمبلغ 300 مليار دينار في حال إقرار الموازنة على أساس الدولار الواحد، وإضافة باقي التخصيصات المالية في حال إقرارها على 5 دولارات. وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك في مؤتمر صحفي على أن المصادقة على تنفيذ المشاريع جاءت بالتنسيق مع إدارة المحافظة خدمة لأهالي كركوك. صادق اليوم مجلس محافظة كركوك على جزء من خطة مشاريع عام 2014 والبالغة 300 مليار دينار عراقي، مقسمة على 100 مليار للمشاريع التي تم اقتراحها من قبل الأغذية والنواحي و200 مليار دينار للمشاريع الاستراتيجية أيضا مقسمة للأغذية والنواحي. هذه طبعا المشاريع تمت المصادقة عليها بعد اجتماعات متواصلة مع الإدارة واللجان الاختصاص في سبيل الوصول إلى حالة من الانسجام والعدالة في التوزيع والتخصيص. الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس صادقوا على إنشاء الخندق ابتداء وصادقوا على إضافة التعزيزات اليوم. الخندق مشروع أمني يخدم كل أبناء محافظة كركوك، شرط المجلس كان هو استكماله ب 360 درجة حول كل مركز المدينة وهو ما تحقق. نحن نتعامل مع الموضوع بالطرف الأمني الذي يحقق الاستقرار للمدينة، وأن المناقشات السياسية في موضوع الخندق ليست ذات أهمية، لأن المهم عندنا هو أمن المواطن الكركوك. أعضاء في مجلس محافظة كركوك أكدوا بأن المصادقة على خطة مشاريع عام 2014 ستخدم أهالي كركوك على حد سواء. طبعا هذه المشاريع تم توزيعها بين قطاعات الزراعة والتربية والصحة والبلدية والبلديات، وكذلك يعني جميع القطاعات شملت هذه المبالغ. خندق أمني لعب دورا بارزا في تقليل العمليات الإرهابية في كركوك. طبعا الجزء الأول خصص لها المبالغ في سنوات سابقة وتم إنجازها، ولكن هذه الخندق يحتاج إلى مبالغ أخرى لتقديم الخدمات للعاملين عليها، منها الإبراج المراقبة وكذلك طريق خدمي وتزويدهم بالطاقة الكهربائية. طبعا هذا الجزء الثاني من الخندق سوف تضاف إلى الخطة وبالغ كلفته حوالي 2.5 مليار دولار. جهد المجلس وإدارة المحافظة ودوائرها والمجالس المحلية حقيقة اليوم ثمرت هذا الجهد، هو المصادقة على جزء من خطة عام 2014 اللي تم إعدادها من قبل المجالس المحلية على 100 مليار و200 مليار، لعدت الخطة من قبل المجالس والإدارات المحلية مع الدوائر المحافظة، فبالتالي هو هذا جزء من الخطة. ونحن يعني في مجلس المحافظ وإدارة المحافظة بنينا الخطة على دولار الواحد، أما ورود الموازنة ميزانية كركوك على 5 دولارات فبالتالي تكون هنالك ضعف هذه الخطة وتكون هنالك ضعف عدد من مشاريع، وإلى جانب المشاريع الاستراتيجية التي لم تعد خطتها لحد الآن. مهما يكلفنا ومهما هناك من عراقيل إدارية في بغداد وفي كركوك، يجب أن نصمم ونصر على بناء هذا الخندق، لأنه حماية لأبناء محافظة كركوك من الإرهاب الأعمى الذي يضرب يمينا وشمالا دون هدف، فقط إيقاع الخسائر لأبناء محافظة كركوك. الإسراع في إقرار خطة مشاريع عام 2014 في محافظة كركوك سيسهم في السير قدما في حملة الإعمار الكبرى التي تشهدها المحافظة منذ 3 سنوات. يشار خالد، فضائية كركوك.